استاذ سليمان جوده. اهلا بيك يا استاذ سليمان وصباح الخير. اهلا بيك يا استاذ هشام، صباح الخير واهلا وسهلا بيك. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا عندي النهارده الحقيقه موضوعات كتير مختلفه، ولكن حابب ابدا بالشان السوداني والتطورات الحاصله هناك، ربما الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تطور ملحوظ ربما في المشهد الداخلي السوداني. عايزين نعرف تفاصيله، كمان بيقولوا في تعطيل المطارات بالمناسبه. عايزين نعرف تفاصيل القصه دي وما ستؤول اليه اذا استمرت في هذا التصاعد. والله يعني ده خبر محزن حقيقة. ده يحصل في السودان، لأن السودان زي ما كلنا عارفين جزء من مصر، يعني جزء بالمعنى القرابة يعني وكده، لأنه في وقت من الأوقات كان ملك كيان واحد. كان كيان واحد، ملك مصر والسودان ودارفور ومش عارف. فاللي يحصل في السودان يهمنا هنا بالدرجة الأولى، وأي حاجة هناك يعني مش كويسة لابد ان اعتقد ان الحكومه المصريه يعني تسارع ان هي تحاول تلم الموضوع، لانه في السودان حاجه اسمها قوات الدعم السريع، دي انشاها البشير عمر البشير الرئيس السابق، وبالاضافه الى الجيش بقى التقليدي بتاع هل ليها انتماء؟ القوات دي ليها انتماء؟ انتماء؟ هو يعني شوف من احنا كنا عارفين البشير ليه انتماءات سياسيه، هل هم بيتبعوا اي فصيل او والله نحن؟ لا يعني هو اصبح يعني ربما في وقت من الاوقات كان الانتماء السياسي الاسلامي يعني ممكن يكون هو اسس على هذه الارضيه البشير، لكن دلوقتي الوضع اختلف واصبح في السودان وكانك عندك جيشين، ودي مساله كرسة. لا يجوز. هو وإذا الموضوع ده يعني قرينا ليه بدايات النهارده الصبح، هو بقى طبعا بقى لنا يومين ثلاثه بتتكلم عن حشد وتحشيد وبتاع في مدينه اسمها مروه ومدينه وفي الخرطوم العاصمه، والمفروض انه اي بلد لا تحتمل وجود جيشين، اي بلد فيها جيش نظامي واحد هو الذي يعني يتولى امن البلد وامن حدودها، انما انه يحصل ان يبقى في حاجة أقرب إلى الجيش الآخر اللي هي قوات الدعم السريع اللي أنشأها البشير، يعني الله لا يسامحه بقى، لأنه وكان هدفه هي أستاذ سليمان من إنشائها أساسا إنه ده تبقى سند ليه وقت الجد يستخدمها، وده يعني جريمة يجب أن يحاسب عليها الرجل ده، لأنه ما فيش حاجة اسمها حد يعمل زي إيران كده، عارف الحرس الثوري، في حرس ثوري في إيران بمثابة جيش موازي او قوات عسكريه موازيه. اسرائيل كمان بتشرع دلوقتي في ان هي تعمل حاجه شبه كده، حاجه عامله زي ميليشيا ولا بتاع ميليشيا. فده في النهايه يدمر البلد، لانه بتبقى عندك جيش نظامي هو رقم واحد وجيش اخر موازي له ومنافس في نفس الوقت. وطول الفتره اللي فاتت كان الحديث في السودان عن دمج هذه القوات اللي اسمها قوات الدعم السريع في الجيش، وده الوضع الطبيعي، يعني الوضع الطبيعي ان تدمج هذه القوات في الجيش النظامي ويبقى جيش واحد، جيش سوداني واحد مش اثنين،